قاعدين نشوفوا في ظاهرة الحرقة ماشية وتتفاقم بصفة كبيرة، ولي نشوف التوانسة ما عادش يهمهم أنهم يوصلوا ما يوصلوش، عاطيل مهم يخرج من بلاده مهما كانت الطريقة. ثم توانسة ولوا يبتكروا في وسائل الحرقة ماهيش مضمونة، كما مؤخرا تم القبض على مجموعة من الأشخاص حبوا يحرقوا، صنعوا برامل ومحرك بتاع موتور يعني دراجة نارية وحبوا يحرقوا بها. شنو رأيك؟ يعني للدرجة دي ولت التونسي ما عادش يهمه في حياته حتى بالطرق الغير مضمونة، معناتها يرمي روحه في البحر. شوف أختي، بالنسبة لبلادنا باللي باش يكون ظروف صعبة وباللي باش يكون اقتصادنا داور، الحق نتاع ربي ماناش مع الطرق هذيا غير شرعية للحرقة. معناها عبد يرمي الروح للموت بعينيه، معناها يشوفها باش يوصل إيطاليا وفرنسا والأوروب بصفة عامة، اللي هي ماهيش جنة باش نكونوا واضحين. إذا أنت ما عندكش غادي برنامجك، معناها سكنتك دينيتك، شكون باش يدز معاك من الأول؟ فهمتني زايد؟ معناها الحق نتاع ربي، واحد يشوف أموره في بلاده لهنا باللي كتب من ربي، كل واحد شعطاه ربي، كل واحد خبزته وين كتب شكلها. فهمتني؟ نجم لهنا يعيش مستور جاو به خير من اللي يخرج غادي يتمرمد، خاطر برشا توانسة غادي راهم يشوفوا في المرار، وبرشا توانسة غادي يتمنوا انهم يرجعوا لتونس. معناها يقول لك سماح يا خويا بلاش منها، معناها العيشة كيكة بتمرميد، ناس عايشة تحت القناطر اختي غادي، ناس ما يش لاقيش تاكل، ناس ما يش لاقيش تلبس. فهمتني؟ هي الحرقة راهي في الاخر تقميرة، معناتها تقميرة من البلاد باش تشوف البلاد وضع البلاد، لا يعيش لا يا تقعد في البلاد تشد الحبس، يا تحرق تموت في البحر. معناتها الشباب ما عاش عنده حتى حل، معناتها يقول لك اي برا خلينا نمشي غادي ونشوف مستقبلي، نشوف دنيتي، نشوف بلاد، مونتاليتي خير من مونتاليتي هنا. فما برشا حاجات اخرى يعني ما عاش فما امل، دي ما عاش فما امل لا سعاد لحتى حد في الدنيا. ما شجعوش على الحركه، شجعوا يخدم لهنا، يقوم الصباح بكري على شركة العاشرة متاع النار، يقوم يمشي يلوج على قسمه علاش يحب يعيش التصويرة اللي هو شوفيه في الفيسبوك ولا صور عليه، أنا ما نديش عليه، ما يعيشهاش التصويرة، علاش يعيشها أما بشوية بشوية. التصويرة اللي باقي تهبط له على الفيسبوك، معناها الآخر أو درشنوة فهو ما عاش، أنا في كهرباء درشنية ومصور وكذا، هو بقي يطمح انه باش يوصل كيف هو، فهمت؟ ينجم في بلاده ويوصل. انا ضد حكايه الحرقه داكور، خاطر فيها ريسك كبير، مع مش 100% واحد باش يوصل للبلاد اللي حب عليها هو، وما نرجعوش كما قلت لك فما اسباب. لكن تو اللحظه هذه شكون فما، شكون في بالوش؟ فما برشا عباد في بالهمش اللي عندهم الحق في الفيزا، بالك بها ولا ياخذوها الور، واليو باش يخسر 5 و10 15 مليون ينجم حتى يعمل محاميه، فهمتني؟ تعاونوا هني توا وتعطي وياخذ الفيزا نتاعو ويمشي. امل تولي مش يحرق، خاطر انا نحكي لك راني ولد اوروبا وعمري 71 مو صغير، فهمتني؟ نعرف الاوروب من 66 نعرفها داكورجو، اللي مش يمشي وما عندوش شكون راهو مش يتعب. احنا ديجا نشوفوا فيها معنا مش يتعب، مش يمشي مش يتعب. يعني ما هو ماهيش جنه كما يتصوروا يعتقد. لا 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 مو صحيح، اللي يقول لك جنه يكذب. انا ولد غرونوبل، عندي اون فامي نومبروز، ما نحكي لكش قداش، خويا الله يرحمه عنده 8 صغار. يعني بلادي ولو جارت علي؟ وي. حكيت الهجره غير شرعيه معناتها، والحلم ما وراء البحار، معناتها الحلم اللي هو باش يمشي لاوروبا، معناتها باش يعمل الثروه، معناتها الثروه الزائفه. والواحد خاطر على لو كان يعملوا دراسه على 1000 واحد يحرق، فما واحد ينجح و 900 يخسروا، معناتها يخسروا حياتهم ويخسروا كل شيء. لو كان نرجعوا احنا بالتاريخ التالي، معناتها 100 ولا 150 سنه التالي، ما موش تاريخ نقولوا نحن تاريخ بعيد، لكن مش بعيد برشا، اللي هما راهو تلاقين كانوا يحرقوا تونس باش يجيو وفهمتني باش يخدموا في تونس. معناتها احنا المشكله راهي بلادنا بها، ما احنا ما نعرفوش نخدموها، احنا كقولوا كشعب وكحكومه الناس كل احنا مسؤولين، كنا فرد مركب، معناتها كان باش يغرق المركب باش يغرق بالناس الكل. ظاهر هذه على اساس ان بالنسبه للشباب فقد الامل، وبالتالي معناها ما عنده حتى اختيار غير الحرقه. معناها لازم الانظمه تكون هذا صياغه للشباب وتسقرهم وتتوعى بهم وتهزهم لا بريزون شارج توتال. ولذا معناها الشاب ما عنده حتى ملجا غير الحرقه. يروح الاداره ما يعطوش اهتمام، يروح للعمل ما يلقاش العمل، ولذا ما عنده حتى مخرج غير الحرقه. انا ما نشجعش وضد انسان معناه يمشي يحرق ولا يخمم انه يمشي يحرق، ولا امه تبيع عليه ذهب ولا صبوان، ما نعرفش انا الموضوع اللي باش تعمل فيه يضغط على امه ولا على درشكون ولا على داره، يعمل لهم افتزازات باش يوصلوا انه يقول لك اخويا خليه يمشي. معناه فهمت؟ لا اله الا الله، راهي تعبه برشا العبيد غاديكا ما تصورش، ابقى لهنا انت
إذا كان أنت في الوطن متاعك وتعرف ما نعرفش أنا حومتك وتعرف وسط بلاد وتعرف منين تخدم وتعرف منين تسترزق وتعرف كذا ما نجمش روحك. يعني ديما بلادك أرحم. أكيد. كون وطني. كون وطني وعيش في بلادك وشجع بلادك ومهما كان تكاليف أسعى أنت يا حماس حل اخدم على روحك يا حلاق اخدم على روحك راك باخي أنت تدور في العجلة الاقتصادية ومش كشالك مش كفايق بروحك معناها فهمتني ادخل ما تحلش 8 تاع الصباح تو الظاهرة وليت الناس وليت ترقد ما معاش 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 تفيق بكري فهمت فيق اخدم ميسالش انت مثلا باش تبيع باكو دخان ولا اسوار انا شغل باش تبيع انت كحماس ولا اسوار راك باش تدخل انت تشجع العجلة الاقتصادية فهمت انت شجعتها بدوره فك باكو دخان انت يا فلان فهمت اخدم انا نقول للشعب الجيل هذا اللي باقي نشوف فيه انا كشخص ويسامحني في الكلمة الجيل هذا الكل جيل الالفينات باقي غالط حسب نشوفوه احنا معناه حسب الانسان نشوف حس فيه غالط يحب يعيش التصوير اللي كل يوم هبتتلو على الانترنت من حقه باش يحلم ومن حقه باش يعيش ومن حقه باش يترفه ومن حقه باش يعمل اللي قال له عليه مخو اما بنظام نظم روحك راك توصل ما تدخلش في متاهات ما تنجمهاش راك توصل انت اذا كان عرضت روحك للموت معناها انت وراك دارك امراه وراك بوك وراك امك وراك خوك وراك اختك وراك درشنية فما اللي يحبك باقي لهنا راه مش كان انت راك انت اذا كان انت ما حبيتش روحك انت معناها كرهت روحك انت كرهت روحك تفهم فيا مشيت هزيت روحك للموت من حقه واحد يطمح باش يحسن مستوى المعيشه نتاعو ويحسن من ظروفه العائليه واللي هو لكن فما طرق معناها طرق قانونيه تقصد كونترا فما كل واحد كيفاش يخرج اما الحرقه معناها يخرج في كادرة معناها مؤخرا طفل صاحبنا خرج في كادرة معناها تثلج الطفل معناها مش سوبوان معناها بالحق معناها مش للدرجه هذيا معناها الخروج بالطرق هذيا نتاع كما كنت تحكي لي انت يصنع في برامل ولا على كاياك ولا كيف كيف عندي طفل صاحبي شاف المتبعينية تونسي يحرق عنده 20 ولا 30 كتار ارض فلاحه في كم نتاعو ما يخدمهمش يمشي يخدم عند الطلياني عنده كتار كان يخدم الارض نتاعو كان افضل له كان احسن له معناتها يعني فما تهميش في عده مجالات تو كان مشى خرج باش يمشي يقرا ويعاود يرجع يفيد بلاده والله صح مشى يقرا وباش يفيد بلاده اما انت ماشي على اساس تحب تكون ثروه وتعمل اوراق وسامحني وتخدم في خدم غير مشروعه غاديك يعني حاجه فاشله معناتها مربوطه بعقليه هي تو الحرقه راهي حسره كي كانت الحرقه معناتها رجال تمشي تحرق وتجيب الفلوس اما تو راهي الحرقه فيس الأكثر الأقل معناتها تمشي يحرق باش يتصور ويلبس قش جديد ويهبط يوري الولاد حومته وهاي برا أحرقوا أحرقوا وتوا جي 15 13 سنة تقول له شتحب تطلع طبيب لا يقول لك نحب نحرق ما عادش فما لا بليد لا حتى شيء والله عندي الوالدة أنا ما نجمش تخليها وما نجمش تستغنى عليها يا أخي عجبتني روحي أنا هنا في تونس معناتها ما عندي ما نعمل نصرف الفلوس وبرا معناتها مش قاعد ندخل في الفلوس فهمت الواحد ميمته والله ربي كان ميمتي في عينيا ولا راهو الواحد مش عامل الف حاجه اخرى فهمت فما ناس يأست اختي فما حتى ولات لموضه راهو ناس تبع في بعضها ولد حومته خرج يحب يخرج ولد عمه خرج يحب يخرج معناها فهمتني بالرسمي ولات لموضه وفيس اللي حرقت ولا نعيش في الاوروب معناها مش هذيك الدنيا راهو ينجم لهنا فما ناس ما شاء الله عايشه لهنا جواب تدخل في فلوس وتخدم بالحلال امورها هاني مشاريع بداها من الصفر ضربه ضربه احنا لهنا راهو الشباب وسلم معناها نقم بصفه كبيره على بلاده مش لهالدرجه يعني عندك امل في بلادك عندك امل في ان الظروف تتحسن واحد شوف شده في ربي فهمتني ربي ورضايه الوالدين واحد مالها كيما نقولوا معناها اخرتها فرج راهو اللي خلق ما يضيع باللي تسكرت وباللي ضاقت راهو اخرتها واحد بحول الله معناها باش تجي فرصته في بلاد ولا في بلاد الناس يستغلها كما ينبغي وكها ويخدم بالحلال والله بالنسبه للشباب في حضرتها اللي قناع تعم السهل مش سهل الامور معناتها تعفنت واخذت مجرى مجرى مش طبيعي وبالتالي الشاب ما عندوش امل وفقدان الامل اللي يخليه يدير الدنيا كل خليه اي حاجه يسبب لها باش يدير ويروح ورا البحر نجم نعذر الشباب كي يحرقوا لا هذا الاعذار هذا الشباب هذا المفروض له المناخ الملائم في بلاده بالدرجه الاولى بغض النظر عن اوروبا راهي ما تدومش اوروبا راهي ما تدوملاش كي داك دمت لها اليوم غدا ما تدوملاش لازم تدوم لغير بلاد بوه جدو